البيت الأبيض يقول إن الرئيس بايدن لم يخطر بمسألة مداهمة عملاء الـ FBI لمنزل الرئيس الأمريكي السابق ترامب. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الكلام دقيق، خصوصا أن القضية هي تاريخية وغير مسبوقة ولم تحدث لأي رئيس أمريكي سابق؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. لا أظن أن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI في الولايات المتحدة يتصرف بمفرده وفقا لأي اعتبارات غير قانونية. هناك إطار قانوني لتحركات عناصر FBI وجميع الأجهزة الأمنية، وتصرفت في حدود سلطاتها الممنوحة لها من حيث التصرف بسرعة للوصول إلى مستندات رأت أنها سرية في تقديري، تتعلق بفترة رئاسة ترامب، تتعلق بأحداث الشغب في 6 يناير 2020، تتعلق باتهامات ترامب بالنسبة للانتخابات التي جرت في 2020 وفاز فيها بايدن على ترامب. هناك الكثير من المعلومات الحساسة التي وجدت في تقدير أجهزة الأمن الأمريكية أن من الضروري التصرف وبسرعة، وخصوصا في ظل بعض المعلومات التي أثيرت عن أنه كان يحاول التخلص من بعض الوثائق السابقة بصورة فردية. هذه ضمن الجدلية. ولكن حتى هذه المعلومات أستاذ أمير، هنا نتحدث عن أن هذا رئيس سابق له وضعه القانوني والسياسي وله حصانة وله وصفه السابق بأنه رئيس سابق، وتعرف أن هذا يترتب عليه الكثير من الشؤون السيادية والقانونية، وأيضا قولك بأن معلومات للـ FBI بأنه سيتخلص من هذه الوثائق، هذا يعني أن الرئيس ترامب الرئيس السابق كان يخضع لعمليات مراقبة وتجسس. ما من شك أن هناك جدالا وإشكالية كبيرة بخصوص ترامب منذ أن ترك السلطة. هناك أحداث الشغب، لا زالت التحقيقات مفتوحة بخصوص أحداث الشغب والتحريض على هذه الأحداث التي أودت بحياة أفراد وتسببت باقتحام الكونغرس. هذه أيضا كانت أحداثا غير مسبوقة. ومن ثم مسألة الحصانة الخاصة بالرؤساء السابقين هي مسألة مشروطة تتعلق بمدى التزام الرئيس السابق بالمسائل القانونية، وهناك ربط حاليا بشكل أو بآخر بين ما حدث مع ترامب وبين فضيحة ووترغيت التي حدثت منذ فترة طويلة، وتتعلق أيضا بمشكلة تسببت في تنحي رئيس سابق من الولايات المتحدة. الأجهزة الأمنية الأمريكية لا تتجاوز الخطوط الحمراء حين تتصرف من حيث السرعة للحصول على مستندات ترى أنها تفيد تحقيقات في هذه الفترة، ووفقا لتنسيقات مع الأجهزة التشريعية والكونغرس وهكذا. من الطبيعي أن يكون التصرف بهذه السرعة، وإن كان المسألة كانت غريبة أن الرئيس بايدن كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لم يتم إطلاعه على هذه هي النقطة أستاذ أمير، مدى صدقية بيان البيت الأبيض. ومرة أخرى هنا، ألا ينبه هذا الحادث حينما تقول إدارة المحفوظات الوطنية بأنها استعادت أكثر من 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض؟ كيف تمكن الرئيس السابق من أخذ كل هذه الوثائق الحساسة والمهمة رغم كل الإجراءات والبروتوكولات داخل البيت الأبيض والمراقبة اللصيقة من جهاز الخدمة السرية؟ تعلم حضرتك أنه خلال فترة التسليم والتسلم في البيت الأبيض بعد نجاح مرشح وهزيمة آخر، يتم التنسيق مع عدة أجهزة إدارية للتسليم وتسلم جميع المستندات وجميع الملفات، غير أن فترة تمتع الرئيس كما ذكرت حضرتك في حصانة ما وهو لا زال رئيسا ربما يجعله يحتفظ ببعض المستندات أو بعض صناديق المستندات، ولكن المفاجأة أنها وصلت إلى هذا الحجم من المستندات والتي وضعت في المنتجع الخاص بترامب في فلوريدا. هذا كان تصرفا جريئا، وكنا نعتاد كثيرا على تصرفات جريئة من ترامب وخلافاته بالنسبة للوثائق الخاصة بتقريره الضريبي وسجلاته الضريبية،
وأيضا المعلومات التي كانت تصل إليه من بعض الأجهزة. ألا يمكن أن يكون كل الأمر مفبرك والرجل تعرض لمؤامرة من الدولة العميقة حتى يمنع من الترشح لولاية ثانية أو للانتخابات الجديدة؟ لا أعتقد أن يعني يمكن لإدارة بايدن والأجهزة أجهزة الدولة في الولايات المتحدة أن تضع نفسها في هذا الموقف، وخصوصا الديمقراطيون وخصوصا وأنهم على أبواب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل للكونغرس. فإن تم ذلك وإن صح ذلك أظن أنه لن يكون في صالح الديمقراطيين على الإطلاق. طيب، هل انتهى ترامب سياسيا بهذه الحادثة؟ أيضا أظن أن ترامب يستفيد الآن من هذه الحادثة، يعني يحاول أن يخرج ويخطب في الجمهور والجمهوريين أنصاره من أنه تعرض لهذا الظلم وأنه انتهاك قانوني. يبقى الآن أن يكون هناك رد من الأجهزة التشريعية، الكونغرس الأمريكي، وهي التي تضع القوانين وتسنها وتحدد ما إذا كان مدى التزام قانونية مثل هذا الإجراء، وهناك أيضا المحكمة الدستورية العليا وهكذا. فأظن أنها التصرف كله جاء في إطار قانوني، يعني لم يتحدث كيفن ماكارثي مثلا زعيم الجمهوريين عن أن هناك انتهاكا لمادة قانونية بعينها أو لحصانة معينة يتمتع بها الرئيس السابق، ولكنه انتهاك قانوني باقتحام منزل هذا الرجل والتصرف بهذه الطريقة.